لذلك لا يمكن أن يعني تقف تركيا في علاقاتها فقط مع دول الخليج، إنما سوف تمدها إلى دول آسيوية ودول عربية أخرى كانت تختلف معها في بعض المواقف، لكن الآن أصبحت من الماضي. ويعني الجولة الأخيرة إذا أخذنا دولة قطر مثال، العلاقة بين تركيا وقطر لم تتغير، لم تتضرر، وإن كانت قطر تعرضت إلى إساءات كثيرة من الطرف الآخر بأنه ارتمت في أحضان تركيا وارتمت في أحضان إيران وغيرها من الأمور الأخرى، لكن أنا أعتقد أنه العلاقات الدولية بين الدول لا تعتمد على موقف وردة فعل الموقف، أنا أعتقد أنه هذه مختلفة عن تلك، وبالتالي فإن هذه الزيارة التي أيضا أنا أعتقد أنه الآن يعد لزيارات، أعتقد أنه سوف يبدأ في البداية بمصر وسوف يقوم بزيارات لدول عربية أخرى ودول آسيوية لتعزيز العلاقات التركية الدولية. رائع جدا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد صالح غريب الكاتب الصحفي القطري على كل تلك الإيضاحات والإفادات التي أوضحتها لنا في حلقة الليلة من برنامج رأي. شكرا لحضرتك. أبقى معكم متابعينا الكرام، والآن دعونا نلقي نظرة على الصور التالية لدينا.